وأولى فقراتنا أكيد بمساحتنا الطبية. أكيد رشا، اليوم رح نحكي عن موضوع بهم كتير من الصبايا والسيدات والشباب، بس هو يمكن شائع عند السيدات بشكل كتير كبير. الدوالي، دائما نسمع عن الدوالي بتطلع بعمر معين. صحيح. بسبب مجهود الكبير اللي بتقوم فيه السيدة، الوقوف لساعات طويلة فينا نقول بالمطبخ، شغل البيت، ويمكن مجهود آخر تقوم فيه إضافي. رح نحكي عن هذا الموضوع أكثر. معنا الدكتور عاصم قبطان، رئيس قسم الجراحة في كلية الطب البشري وفي الجامعة السورية الخاصة، وله خبرة في تدبير شكايات الدوالي تصيب الجنسين وتهم النساء بشكل رئيسي. أكيد نقول لك أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك دكتور. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. اليوم عم نحكي عن مرض عم نقول بالمقدمة أنه هو شائع، والنساء دائما النساء لهم الحصة الأكبر. صحيح. بكل شيء حتى بالأمراض يعني. صحيح. الوقفة الطويلة، ساعات الجهد، بنشوف بلش بالرجل، بنقول انه ها بلش دوالي، ممكن توصل قصة للجراحة. بداية خلينا نعرف بشكل اكثر شو هو مرض الدوالي. يعني هو اول شغلة انت اشرتي للدوالي على انها مرض. الدوالي ليست دائما مرض، هي عبارة عن ظاهرة، وقد تكون ظاهرة طبيعية طبعا في ارتباط ما بين الانثى وما بين موضوع الدوالي، ولكن في امور اخرى مرافقة يعني بتأهب لحدوث الدوالي. إذا حكينا عن النساء بشكل عام، النساء هن أولا خلقنا للإنجاب. صحيح. شغلات أخرى طبعا يعني. صحيح. بس الإنجاب هذا يقتضي أنه إذا تصورنا أنه الرحم بيكون صغير هالقد قد التيني، صير هالقد هيك كبير، شلون بده يرتخي؟ فهناك هرمونات خاصة يفرزها الجسم بتخلي أنه هالعضلات ترتخي. تأثير هالهرمونات هاي على العضلات هو بيأثر على الأوعية كمان، بيخليها ترتخي. هلأ الأوعية الدموية عنا نوعين من الأوعية، عنا الشرايين التي تخرج من القلب باتجاه المحيط. صح. وهي ما لها تأثير، ما لها علاقة بالهرمونات الأنثوية. وفي عنا بعدين العود الوريدي، يعني الدم بيروح لتحت على الأطراف ولكل أنحاء الجسم، بيرجع فلما بيرجع هو عم يرجع عكس الجاذبية الأرضية. طالع لفوق له تقل، فلذلك هون بيجي تأثير الهرمونات فتخلي هالأوعية ترتخى. لذلك إذا قلنا إنه الدوالي غالبا ما تبدأ، إذا حذفنا موضوع الوراثة، من بعد الحمول. يعني الحمل السن ما له علاقة ولا بيلعب دور العمر؟ بيلعب دور، بس هو أكيد يعني من بعد سن 15 والعشرين، يعني من بعد ظهور الدورة الطمسية عند المرأة. شايف شو؟ فهون ممكن أنه تظهر الدوالي. طبعا في عنا عامل الوراثي، عامل الوراثي كتير عامل أساسي، بشكل أنه إذا كانت الوالدة عندها دوالي والتيتة عندها دوالي وكذا كل، فممكن يظهر عند البنت دوالي. ولكن لما بصير في عنا الزواج، بصير في عنا الحمل وتكرر الحمول، كل ما ازدادت الحمول كل ما ازداد نسبة حدوث. صحيح. الدوالي في الأطراف. هذا بالنسبة للنساء. أما للرجال في عنا عوامل المهنة، وكمان للنساء في عوامل الوقوف المديد، سواء كان مثل ما قلتي بالمطبخ أو هذا، أو بالمهن مثلا مثل معلمات المدارس، مثل الممرضات، مثل الجراحات بأيامنا هاي، كل هدول. وبعدين بالنسبة للرجال الوقوف المديد بأي مهنة كانت اللي فيها وقوف مستمر، فهذا بفاقم الضغط على الأوردة السطحية. طيب دكتور، ببداية حديثك ذكرت أنه المرض الدوالي فينا نصنفه ممكن يكون مرض وممكن يكون مش مرض، لكن خلينا نوسع شوي نحكي عن أنواع الدوالي، يعني نفسر للناس أكثر. نحن وعينا مثلا السيدة بتشوف هي الخطوط، فهي بتعتبرها بما أنه يعني صارت هيك ظاهرة على جسمها، هي بتعتبرها نوعا ما يعني مرض أو شيء منا محبب بالنسبة إلى. فأنواع الدوالي كيف وإمكانية إزالتها نحن عم نشوف بالآونة الأخيرة. تمام. هلأ هناك في ظاهرة بفكروها الستات أنه هي دوالي، اللي هي التوسعات العنكبوتية أو الشعرية الدقيقة. هي مو بالضرورة أنه تكون هي دوالي، ولكن هي استعداد وراثي، يعني بتورثه الست عن والدتها وعن ستها وعن عيلتها وكذا. نعرف شو هاي ليست دائما تعتبر دوالي، ولكن دائما بالنسبة إلى بتشكل هاجس عند المرأة أنه أنا عندي مشكلة،
الغرفة وبصير تتألم منها وبصير ما بتنام ليه وسكت، علما بأنه هي قد لا تكون عرضية على الإطلاق. نفسياً بجوز حكيم أكثر تكون القصة من أنه فيها ألم. بعدين إذا تطورت صار عندنا مرحلة تانية متقدمة من الدوالي السطحية اللي هي بتظهر بقى كعروق زرقاء، شايف شلون؟ هلا هي ممكن ليش هي بتعمل أعراض؟ تعمل أعراض حس الضيق، حس الحرارة، حس إنه واحد رجلها أو رجل المريض سخنة، وخصوصا بالصيف أكثر من الشتاء، إنه له علاقة بالجو العام، فهون بتصير عرضية. هلا إذا كبرت أكثر ممكن تنتشر على مستوى طول الطرف، يعني ممكن في البداية تبدأ من تحت الركبة وبعدين ممكن توصل لعن جزر الفخذ لفوق. صحيح. وهون بيجي الاستطباب أسلوب المعالجة، يعني كل حالة إلها أسلوب. طيب حكيم، اليوم ما عم نحكي عن شيء عرضي وشيء ممكن يكون يستمر ويتفاقم. كتسميات طبية اليوم في شيء تسميات طبية لأنواع الدوالي؟ هلأ هي الدوالي دوالي، بس أنواع الدوالي في عنا كتير أنواع. يعني تحت مسمى الدوالي يعني دوالي الأطراف السفلية واللي هي يمكن أهم شيء هلأ بالنسبة لما شائعة يمكن لا 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 لموضوعنا، ولكن مثلا في عنا دوالي الخصية عند الذكور اللي هي بتكون سبب في العقم وعدم الإنجاب، دوالي الخصية. في عنا دوالي المري اللي هي إلى علاقة بقصور الكبد و تشمع الكبد وارتفاع ضغط وريد الباب وكذا، هاي ممكن تؤدي لنزوف معدية معوية عليا، يعني بصير واحد بيراجع دم. فكل قصة إلها طريقة وإلها معالج. صحيح دكتور. طيب خلينا نحكي عن الاستطباب إذا بدنا نحكي، مثل ما قلت هو أساساً منظر مزعج للدوالي بالنسبة للصبية والسيدة، لأنه يمكن دائماً السيدة والصبية بتحب تحافظ على جمالها وعلى مظهرها. وفي أنواع للدوالي بأشكالها، يعني بنشوف دوالي جداً رفيعة مثل ما قلت الناس بتخربط بين الشرايين، فينا نقول عن كبوتية اللي هي بتكون متوسعة بطريقة مختلفة. هون طريقة العلاج بتكون مختلفة، إزالتها بتكون مختلفة ولا لا؟ يعني هلا هو الاستطباب للعلاج حسب المسبب. بالنسبة نحن عند النساء غالبا في بيكون الاستطباب موضوع تجميلي، يعني الصبية أو الست بتلاقي جاي وانه مشان الله وما عم نعمل ليل ودخيلك بدي اخلص منه، لانه هو اساسا منظر مزعج. فهدول فكل ما كان العروق الشعريه او الدوالي العنكبوتيه رفيعه اكثر كل ما كان تدبيرها اصعب. لانه هلا كل ما كانت ارفع، لكن كل ما كانت ارفع كل ما كان تدبيرها اصعب، لانه هي ما لها جراحه. هلا بكون العروق الدوالي كبيره كثير في لها جراحه ما في مشكله، اما كل ما كانت رفيعه اكثر شعرية أكثر صف الدخول، فصار عندنا خيارات أخرى بالمعالجة اللي هي بسموها الخيار المعالجة بالتصليب، يعني بحقن أدوية ضمن لمعة هذه الأوعية الشعرية. فإذا كان الطبيب كل ما كان الطبيب متمرس أكثر يستطيع أن يدخل إلى لمعة قد ما كان دقيقة الأداء لحتى يحقن فيها مواد تسكرة. هلا في عندنا خيار آخر اللي بسموه خيار الليزر. الليزر اللي هو أشعة ضوئية صحيح. حارقة ممكن تؤدي إلى تلف كمان هي واردة وتفيد حصرا بالأوعية الشعرية، أما كل ما بتكبر الدوالي أكثر ما عاد بتفيد إزالة النسبة إذا صار صعب بيجي دور بس المعالجة بالتصليب، أو إذا كانت أكبر بتجي المعالجة بس ما فيها تنتهي منها بشكل دائم، لازم يبقى قائم. هلأ شكرا كثير على هالملاحظة، لأنه هي الدوالي مثل ما قلنا احنا بالسبب هي لانه عم تعاكس الطبيعه. يعني جريان الدم عم يطلع لفوق، فلما نحن عم نسكر هالاوعيه الشعريه بنسكرها، شايف شلون؟ شو بصير؟ هالدم اللي كان عم يمشي فيها بده يروح يلاقي محل ثاني، وبالتالي يبحث عن مسارب جديده، وبالتالي حيتشكل دوالي جديده. لذلك انا دائما بنصحهم للستات انه نسوهم، لانه لو تعالجوا حيروحوا حيختفوا، بس حيختفوا لفتره قد تصل 6 شهور، قد تصل لسنه حتى لسنتين، بس بعدين حترجع تطلع لانه الضغط مستمر مثل ما هو. معناتها حكيم من كلامك اليوم هي حترجع بعد فتره، يعني حتى لو تم علاجها دائما الاستعداد لعوده الدوالي وارد حتى بالدوالي الكبيره، ولكن كل ما كانت كبيره اكثر كان المعالجة أنجع وأفضل. ففي عندنا الحقيقة الخيارات، خيارات التصليب جيدة جدا،
وخيار الجراحة هو آخر خيار نحن بنوصل له. في حالات راحت لموضوع الجراحة، يعني حالات من الواقع شفناها، نعم. كرمال دوالي كانت بحجم كتير كبير وكانت، نعم. يعني خلينا نقول فوق مستوى الجلد، عملت العملية وبعد فترة يعني أو سنين خلينا نقول ردت رجعت تشكلت. يعني اليوم الجراحة كمان ما يعني ما حل بديل إنه لإنهاء هي الظاهرة بالجسم؟ هي ليست حل بديل، يعني ليست حل نهائي. حل نهائي. أي أسلوب من معالجات الدوالي لا تعتبر حل نهائي، ومن واجب الطبيب أن يشير للمريض أو للمريضة بهالموضوع هذا، لأنه متبقنا نحن السبب قائم، نحن لا نعالج السبب، نحن نعالج النتيجة، عم نعالج أنه العروق متوسعة عم نحاول نزيلها، أما السبب هو ممكن يكون هرموني، ممكن يكون وقوف مديد، ممكن يكون إصابات أخرى، ارتفاع ضغط من جوف البطن، كل هالأمور هي، فهدول ما بنقدر نحن نزيلهم، وبالتالي يسموه الاستعداد، ليس في الضرورة أنه ترجع الدوالي أو تنكس الدوالي، ولكن الاحتمال وارد، لذلك مهمة الطبيب أنه يشير للمريض أو للمريضة أنه هناك احتمال لعودة الدوالي. بس يمكن النساء بتروح للعناوين البراقة، يعني بتلاقي جهاز ليزر يخفي الدوالي بشكل دائم، هي صحيح. لهيك الناس حرام الصبايا بتلاقيهم رايحين بهيدا الاتجاه، في عنا جهاز حديث بيخفي الدوالي، في عنا جهاز ممكن تتخلصي من كل التشققات الموجودة. بس أشرت لنقطة كتير مهمة دكتور، أنه ممكن تكون أسباب أخرى للدوالي هي مثلا خلل هرموني أو أمراض، هون المعالجة بتكون مختلفة ولا بنفس الطريقة ولا لا بنعالج الخلل الأساسي؟ حسب نوع الدوالي. هلا انا اشرت مثلا في دوالي الخصيه، مثلا دوالي الخصيه لها جراحه خاصه، تنعمل جراحه سهله، ممكن تكون بالجراحه التنظيريه، ممكن تكون بالجراحه الكلاسيكيه المفتوحه، وغالبا انه بيرجع الشاب اللي عنده دوالي خصيه بيرجع منتج ومنجب ان شاء الله. بالنسبه للدوالي المعالجات، يعني رد برجع بقول انه هي ليست قطعيه، ليست قطعية، ولكن ينبغي الإشارة للمريض باحتمال النكس. طب إذا قلت إنه ممكن يكون خلل هرموني، شو الخلل ممكن تأدي؟ هو ليس خلل هرموني، هو استجابة للهرمون. يعني كل إنسانة، كل امرأة عندها هرمونات عم تفرز إجباري، لأنه فيزيولوجيا هي بحاجة لهرمونات. كل مرأة، كل صبية خلقت لتتزوج بالشكل العام، ما هيك؟ ولتتزوج لتنجب. عبارة عن صندوق هرمونات، هيك عم نسألك كل النساء. لتنجب. صحيح. فلما بدها تنجب، شنو بدها تنجب؟ في عندها هرمونات خاصة تفرز في حينها. صحيح. تأثير هالهرمونات هو تأثير مرخي. التأثير المرخي مثل ما بيأثر على الرحم وعلى الجسم بشكل عام. وعلى الجسم بشكل عام، بيأثر على الأوردة. هاي الفكرة. طيب حكيم، بنرجع شوي للأنواع اللي حكيتها حضرتك، اليوم الأعراض بتتشارك بكل الأنواع الدوالي؟ يعني اليوم المريض قادر أنه يميز أنا هذا العارض في الرجلين، في بشي مكان تاني؟ ذكرت حضرتك بصير في سخونة بمكان وشتي غير الصيف، ممكن اليوم تتقاطع هالأعراض أو لا؟ لا تمام، الأعراض حسب حجم الدوالي. يعني لما يكون عندنا حسب، هي كلها نوع واحد. قصدي انه بتتشارك بكل الانواع اليوم الاعراض؟ لا يعني هلا اكيد، بس في شيء اسمه بصراحه، في شيء اسمه مبالغه بالنسبه للمريض او للمريضه بالذات. يعني المريضه لما بيكون في عندها عروق شعريه برجليها، شايفه عنكبوتيه، هي لحتى تسمع من الطبيب انه والله هدول ما فيهم شيء، وتقتنع منه بتقوم بتتحسن حالتها. اما طالما هي حاطه بالها انه في عندها مشكله، صار القصه نفسيه اكثر، في موضوع عامل نفسي تماما. خلينا هيك شوي نفصل بهدول القصص، يعني انه اليوم ذكرنا موضوع الحراره، ذكرنا انه ممكن يصير يعني هاجس ليوصل للموضوع النفسي، انه انا بجوز هي كثير يعني رقاق، ولكن نفسيا عم تحسن انه هنن واو كثير، يعني منظرهم بشع. هلا انا بحكي لك بصراحه، هلا هن يعني قد تسميهم المريضة أو الست اللي عندها دوالي إنه منظر بشع. أنا مو بالضرورة بسميه منظر بشع كطبيب. أنت أكيد ما حتسميه، ايه، بس هي عندها شكوى. صحيح. شكوى لما بنحطها نحن بالصورة. هلا أنا معظمهم، ها يعني إذا بقول لك 80% أو 85% من اللي بيراجعوني اللي عندهم دوالي شعرية، أول كلمة إنه يا دكتور لا بدنا نروح، ما بدنا نروح نحضر أعراس.
ما فينا ننزل البحر مسبح، نحضر سهرات، ولا بنقدر نروح على المسبح، ولا بدنا نلبس فوق الركبه بلا كذا. طب يعني معقوله يا دكتور؟ هي فطب شو اعمل يعني؟ شو لانه هن برجع بقول لك هذا ما هو مرض. هلا المرض واحد عنده مراره فيها حصيات بشيل المراره انتهى. هذا حال دائم، هاي حاله هي ارتكاس قد يكون في غير مكانه. هاي القصه. هلا في صار في نوع من بدائل نقدر نقول للوقايه، يعني مثلا في عنا الجوارب الطبيه ننصح خصوصا معلمات المدارس الممرضات الكذا اللي بيوقفوا كثير حلقات الشعر، انه بنقول لهم البسوا جوارب ضاغطه. ليش؟ حتى ما تتيح المجال لها العروق الشعريه تتوسع. هلا هذول كان بالاول منظرهم يعني كان ما في غير نوع واحد او شكل واحد اللي هو اللون اللحمي، فانه بيلبسوهم بس بتلاقي بتحس الست انه هذا. هلا يعني انا بمراجعاتي العلميه هلا صار بالعالم بيوز عندنا ما متوفر، صار عندنا موديلات لا تعد ولا تحصى من الجرابات الطبيه الضاغطه بالوان ورسمات وشغل بشكل فظيع. شو ميزتها حكيم؟ بس انه ضغط، هي تفيد في تاخير حدوث الحادث، تخدير حدوث الدوالي، ونفس الوقت بتعطي منظر حلو. يعني في منهم شيء تحت الركبه، في شيء منهم لا، يمكن صارت موضه تصير القصه. ايه صارت موضه. ايه فعلا. طب هي من فينا نقول الوقايه من الدوالي، في اجراءات اخرى ولا حصرا الجوارب؟ لا الوقايه نحن شوفي احنا بنسمي الدوالي بصراحه هي افه العصر وهي ضريبه الحضاره والمدنيه. ليش؟ لانه قبل 100 سنه او 150 سنه ما كان نسبه حدوث الدوالي بهالنسبه اللي موجوده حاليا. صحيح. ليش؟ لانه كان المجتمع كان المجتمع يقعد على الارض. هلا نحن هلا انت واقفه وانت واقفه وانا واقف، اسمها هي حضاره الكرسي. الثمن اللي عم ندفعه نحن للكرسي سلبي، انه نقعد على الكرسي. فنحن عندنا من عند الكعب لعند الركبه وقوف. فاذا الواحد بينام مثلا 6 ساعات او 8 ساعات من 24 ساعه معناتها عنده 16 ساعة وقوف. إذا بينام أوكي. إيه لأنه هو ما بيرتاح. صحيح. غير لما بيستلقي أفقي. لهيك شفنا يمكن الأعمار يعني قبل كنا نشوف اللي أعماره فوق 50 الدوالي، لأنه كانت الصيد توقف لساعات طويلة، اليوم عم نشوف بأعمار كتير صغيرة. هذا يعني دليل على حكيك إنه فعلياً بسبب الحياة المعيشية. بس في نقطة هلا هي ما لها علاقة بالمنظر بالنسبة للدوالي. انه الستات اللي بيتجاوزوا مرحله الانجاب اللي بسموها سن الاياس، يعني بعد ما تنتهي الدوره الشهريه، هدول معناته شو بصير؟ ليش صاروا عندهم بسن الاياس؟ لانه عندهم نزلت نسبه الهرمونات المرخيه. وبالتالي صحيح بتبقى الدوالي موجوده بس الالم اللي بيكون عم يعانوا منه بيتحسن كثير، بيخف. لذلك هلا نحن يعني انا بكون مسرور اكثر لما بعالج دوالي لست كبيره، شايف شلون؟ بالتصليب من اذا بتجيني وحده عمرها مثلا 24 سنه، انه بعرف انه بعد فتره بدهم يرجعوا. طب قلنا من الاجراءات الوقائيه الجلوس، فينا نقول على الارض لساعات؟ هلا الاجراءات الوقائيه لا، الجلوس ممكن. الحركه الدائبه المشي، لانه احنا لما بنمشي العضلات تحت الركبه تتقبض وتتغلف بهالعملية، فبتضغط الدم لفوق، تدفعه لفوق، عرفتي شلون؟ فلذلك المشي، الرياضة، ركب الدراجة، السباحة، عدم الوقوف المديد. حتى أنا بقول للموظفات إنه هن قاعدين ورا مكتبهم إنه بيعملوا شيء اسمه بيدلينج، يعني أصاب من رجليهم عند الكاحل بيحركوا رجلهم لفوق لتحت على طول. هالحركة هاي بتعطي ضخ، تخلي الدم لفوق ويطلع. دائما بنقول الرياضه هي حياه بالفعل. تمام يعني هي تمام حياة تمام حكيم. خلينا نرجع شوي بموضوع، اذا صار في اهمال لموضوع الدوالي وصار في بروز لهي العروق، صار في تضخم بالرجلين، توزع اكثر، يعني خلينا نروح للنهايه، يعني شو ممكن سبب جلطات حكيم اليوم؟ هلا كل ما تفاقمت الامور طبعا حيزداد الضغط تبع الدوالي، حتظهر عروق واسعه وقد يصل قطر الوريد الدوالي ل 8 ملم مثلا ل 7 ملم 6 ملم. هذا بصير مزعج كثير، مو بس بالمنظر، بالمنظر وبالاعراض اللي هي الالام، الوزمات بالاطراف من تحت، حس الحراره،
كل هي الامور هاي. فهون بيجي دور الجراحه. هلا دور الجراحه في يعني ما حندخل بالمجال، بس هناك في عده انواع من الجراحات، لكل حاله لها اسلوب خاص لمعالجتها جراحيا. قبل الجراحه في عندنا خيارات مثل ما قلنا قبل شوي، عندنا خيارات الليزر، وفي عندنا شيء اسمه الاندو ليزر، يعني غير الليزر السطحي اللي بيعالج الاوعيه الشعريه، في الليزر الداخلي اللي هو احنا بندخل فيه بالوريد الدوالي وبنحرق الوريد من الداخل، وفي كمان اللي بسموه الالترا راديو فريكوانسي او الكهربائيه المغناطيسيه، يعني هي عباره عن اجهزه خاصه سهله الاستعمال ولكن تستعمل تحت التخدير سواء كان الموضعي او العام للقضاء على الدوالي. نتشكرك حكيم لوجودك اليوم ولكل المعلومات الطبية، ونتمنى الصحة والسلامة لكل حدا رافقنا بصباحنا اليوم. الله يسلمك. شكرا وصباحك خير على طول. الله يسلمك. شكرا جزيلا. بشكركم على هالمناسبة. حاولنا نسألك كل الاستفسارات اللي بتخطر ببال الصبايا، فأكيد بنتشكر وجودك معنا ولكل معلومة حكيناها. شكرا كثير. لسوء الحظ كنت أنا محضر لكم شوية صور بس الظروف ما سمحت. يلا المرات الطالعة. شكرا لك دكتور.